أنا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلتكم عبر رسائلكم وما يصل إلينا الآن عبر الهواتف، ونسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الزلل والخطأ. الأخ علي ثابت أرسل يسأل، يقول: قدمت في حج القرعة وفزت، ولكن مش معايا فلوس تكفي، هل يجوز أن أستلف وإن شاء الله سدد بعد العودة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمرك ويوسع رزقك ويوفقك في أداء الفريضة. لا بأس إن شاء الله تعالى أن تقترض قرضا حسنا توفي به ما لزمك للسفر للحج، وتستعين بالله عز وجل على القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام في فضل الحج والعمرة: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الذهب والحديد والفضة. أي أم صهيب؟ نعم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال فضلك الشيخ. أموري. أكو بالمنطقة مالتنا كردستان صبغ الشعر يسموه ميش، هل هذا حرام أم حلال؟ صبغ الشعر الأبيض الشيب ولا الأسود؟ لا، هو أصفر بس سموه ميش، يقول هنا بمنطقتنا حرام، بس ما أعرف حرام يعني حلال. الشعر الذي تريدون أن تصبغوه شاب صار أبيض من الشيء، ولا هو شعر أسمر على طبيعته ويريد أن يغير لونه؟ إيه، هو طبيعته أنا أريد أغير لونه. طيب، تفضلي. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبغ الشيب، نهانا عن نتف الشيب والشعر البيضاء في لحية الرجل أو في رأسه ورأس المرأة، نهانا عن نتف الشيب، وأمرنا أن نصبغه ونغير لونه، وأمرنا أن نجتنب السواد في الصبغة. فهذا هو الصبغ المشروع بل المسنون المؤكد عليه. فأما النساء وما انتشر بينهن، المرأة شعرها أسود فاليوم تصبغه بحنة أو بشيء تجعله أصفر، وغدا تجعله أحمر، وبعد غد تعود مرة ثانية إلى أسود، فهذا في الحقيقة شيء انتقل من غير المسلمات إلى المسلمات، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الفراغ الروحي وعدم تقدير المرأة المسلمة لوقتها وجريها وراء عادات غير المسلمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وأصل جمال الشعر هو اللون الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، والغالب فيه السواد، وما خالف ذلك من خلق الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. نعم. أي ممازن. عليكم. عليكم سعادة الله. جزاكم الله خير فضلت الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين واياك. لي سؤال فضلت الشيخ. انا كنت سالت فضلت الشيخ مصطفى عن امراه معاها مبلغ من بلغ النصاب، وبنتها استلفته منها،
فهو قال لي، فانا بساله هو يطلع عليه زكاه مال ولا لا؟ قال لي يطلع حتى لو سلفته. بس انا عايزه اعرف دلوقتي، هي بتقول الست دي دلوقتي ان هي ما معهاش فلوس تطلع عليه زكاه مال، وهو الفلوس مع بنتها، هو بقاله 3 سنين بلغ النصاب وما طلعتش عليه زكاه، فايه العمل دلوقتي؟ طيب اتفضلي. اي ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا بس يعني بنادي المسلمين العرب وشيوخنا، شيوخ المسلمين، الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق، فين نصرة النساء المسلمات في سوريا؟ اعراضهم تنتهك واحنا قاعدين نتفرج، والفرنساويين قاعدين يشتروا اعراضنا، اعراض المسلمات فين؟ طيب فين المسلمين؟ لو كان ديننا رسول الله. اتفضلي يا ام محمد. اعراض المسلمات تتباع. اتفضلي يا ام محمد. نعم. يا اخي محمد، يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عايز استفتح حضرتك في شيء كده من الشيخ. اتفضل. انا يعني عندنا محل بتاع مستحضرات تجميل وكده، وبنبيع فيه مكياج وادوات يعني زي شامبوهات وشاورات وكده يعني. نعم. فكنت عايز اعرف ايه حكم المكياج وجاي المكياج وكده. طيب جزاك الله خير، تفضل. جزاك وإياك ان شاء الله. نعم. يا أخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد العزيز لو سمحت ليه سؤالين. نعم. خالتي زوجها توفاه الله من 3 أيام، وبعدين هي لابسة في ودنها، يعني هي قلعت الخواتم وكده. نعم. لكن الذهب اللي هو الحلق في ودنها هي مش عارفة تقلعه، يعني عشان تقلعه هيتكسر. نعم. فهي لازم تقلعه ولا هي ممكن عادي تعدي؟ طيب. الوقت هي سن كبير، سنها كبير يعني. ماشي اتفضلي. السؤال الثاني، هي اولادها قاعدين في بيوت تانية، يعني في مكان تاني بينها وبين البلد اللي هم فيها مثلا 2 كيلو، قريه جنب البلد بتاعتنا. فهل هي بيوت ولادها كان جوزها برضو دايما قاعد هناك كده، ينفع تروح تقعد معاهم مثلا في شهور العده، ولا لازم تبقى مقيمه في البيت بتاعها؟ ماشي. نعم. علمك. الاخت ام مازن سالت، امراه مسلمه لها مبلغ من المال أقرضته، والمبلغ بلغ النصاب، ووجبت عليه أو عليها فيه زكاة، وهي الآن ليس معها نقود تخرج الزكاة عن المال اللي هو عند الآخرين. الزكاة واجبة بارك الله فيك كما أفتيت، وإن لم تعجلها قبل أن يرد إليها المال فإنه متى رد إليها المال ولو بعد 5 سنين ستزكي عن ال5 سنوات السابقة. ونحب أن نفيد إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات، أن نذكرهم بأدب من أدب السؤال، وهو ألا نكرر السؤال مرة ثانية فضلا عن ثالثة ورابعة، وألا نسمي العلماء الذين سألناهم قبل ذلك. نعم. وأما أم محمد التي طلبت من علماء المسلمين نصرة الأخوات بعد الإخوة في سوريا، فنشكر لها غيرتها وحميتها وحزنها على إخوانها وأخواتها من المسلمين والمسلمات، وهذا شعور طيب موجود بفضل الله أم محمد في قلب كل مسلم ومسلمة. وإن لم نفعل غير الدعاء، فالدعاء سلاح ماض بإذن الله عز وجل، وسيتم الله ما وعدنا به، وسيحقن الدماء ويحفظ المسلمين والمسلمات وينتقم من الظالمين، والله على كل شيء قدير. الأخ محمد يسأل، يقول عنده محل بيع مستحضرات التجميل، كل أنواع التجميل والمكياج وإلى آخره، ما حكمه؟ يا أخي محمد، هذه المواد الآن تستعملها المرأة المسلمة الملتزمة في بيتها لمن أحل الله لها هذا الاستعمال، ولكن الغالب الآن من النساء غير الملتزمات يستعملنه أيضا. فالغالب على هذه المواد أن المتبرجات يستعملنها، وفي هذا ترويج للتبرج والسفور ودعوة إلى الفاحشة، فأرجو أن تغير هذا المشروع إلى مشروع آخر تنفع به المسلمين، مشروع يعني يحقق نفعا للمسلمين في حياتهم، فبذلك تكسب أجرا والربح الذي يدخل عليك من هذا المشروع الطيب بإذن الله. والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخت فاطمة سألت عن زوج خالها، يعني خالها،
خالها توفي والمرأة دخلت في العدة، ويجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فعدته وضع الحمل. ومن الحداد حداد المرأة على زوجها أن تترك الزينة، ومن أعظم الزينة وأجمل الزينة لبس الذهب وغيره من الحلي الذي اعتادت المرأة على لبسه. فعلى المرأة إذا مات زوجها ودخلت في العدة أن تتجرد من كل حلية في يدها وفي رقبتها وفي أذنها وفي كل شيء. والحلق الذي تعجز هذه المرأة عن يعني خلعه الأمر سهل جدا على المتخصصين بإذن الله يزيلونه عنها. وإذا كانت المرأة في بيت زوجها الذي توفي آمنة على نفسها غير خائفة فالواجب عليها البقاء في بيت الزوجية. وأما إذا كانت وحيدة في بيتها وخيف عليها ولم تأمن على نفسها فلا بأس أن تنتقل إلى بيت أحد أولادها أو غيرهم من محارمها من أجل الحفاظ عليها وتحقيق الأمن لها. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها أمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت حامل وسقطت في شهرين. نعم. فقرايبي بيقولوا لي في شيخ بيعالج بالقرآن اللي بيسقطوا دول. نعم. فأنا بقول لا. نعم. بقول لا يعني لما ربنا يؤمر هيؤمر يعني. طيب. تفضلي اسمعي النصيحة والجواب. ايه؟ اسمعي النصيحة والجواب ان شاء الله. سؤالك وصل تفضلي. اي ام رضا. الو. نعم. لو سمح. نعم. انا عندي سؤال. تفضلي. انا كان عندي ابني كان شبه في سن 30. نعم. وكان كل ما يجي يروح في حتة ادعي له. طيب. يا أم محمود. ألو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. أنا إن شاء الله ربنا يعني هطلع الحج السنة دي يعني الحمد لله، فهو إن شاء الله هنطلع على مكة على طول. فكنت عايزة أعرف أنا وجوزي يعني إحنا بنحرم من البيت ولا من المطار؟ ده سؤال. تاني سؤال يعني أنا حجيت قبل كده فإحنا كنا بنرمي الجمرات يعني من بعد الساعة 12. ففي طبعا كانوا بيقولوا لنا ان يعني ده غلط او كده مثلا، فهل اللي انا امشي زي الشرع ان هو بقى من بعد الفجر لحد غروب الشمس، ولا اللي انا عملته حتى قبل كده غلط واللي هعمله برضو ان شاء الله في الحج دي؟ هل لديك سؤال اخر؟ الله يخليك. بارك الله فيك. تفضلي يا اخت مروه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه وبركاته. معلش يا شيخ عندي سؤالين. اتفضلي وارفعي صوتك قليلا. هل يجوز النظر في المدرس أثناء الشرح؟ نعم. والسؤال الثاني هل يجوز خلع النقاب بعد لبسه؟ نعم. تفضل يا مرو. نعم. أيوة نعم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايزة أسأل بس سؤالين. اتفضلي. كنت عايزة أسأل أول حاجة عايزين مناسك الحج يعني شرح زي درس كده لعامة الناس يعني الناس تعرفها عشان إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لكل مسلم يا رب. دي أول حاجة. وتاني حاجة بالنسبة للنساء كيف ينصروا سيدنا محمد على الإساءة اللي بتحصل ديت، فازاي نقدر ننصر سيدنا محمد؟ طيب جزاك الله خير. تفضلي. جزانا وإياك. شكرا. الأخت هي أخت سعاد. ألو. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسألك سؤال بعد إذنك. نعم. أنا جاي لي إحساس من فترة كده بالموت وخايفة قوي، بس من ساعتها ربنا هداني وبصلي وبقول أذكار، فنفسي أكمل على كده. طيب تفضلي. بس إحساس الموت راقبني قوي يا شيخ. طيب تفضلي. يعني الإحساس ده أنا خايفة منه قوي، دايما بيجيلي في أوقات، بس أنا بقالي حوالي شهر أهو ماشية يعني الحمد لله في الصلاة وبقول أذكار الصباح والمساء وقبل النوم أول ما أصحى من النوم. بس خايفة من الإحساس ده قوي يا شيخ لما بيجيلي. طب اطمئني، تفضلي اسمعي الجواب إن شاء الله. أيوة أخ علاء. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
والله فضلت الشيخ كنت عايز اسال حضرتك على سؤال في البيع. نعم. البيع والشراء والمعاملات يعني. نعم. انا دلوقتي شغال بجيب زبون مثلا يطلب مني موبايل بالاسم. نعم. فالموبايل انا ما بقاش بملكه، ما بملكوش. فبروح بجيبه واجي اقول له مثلا، بس قبل ما اجيب الموبايل او قبل ما اجيب الجهاز اللي هجيبه له بقول له مثلا ده سعره هيبقى قد كده. نعم. يبقى عامل 500 جنيه مثلا. نعم. فممكن يقول لي ايه؟ طب خد عربون اهو. خد عربون. نعم. قبل ما اجيب الحاجه، من الحاجه لسه ما بملكهاش. اي نعم. حضرتك ممكن تديني قواعد في البيع والشراء خاصه في الامر اللي هو بالتقسيط دون عشان امشي عليها واكون ايه يعني مطمئن من ناحيه الشرعيه يعني. وجزاك الله خيرا. واياكم ان شاء الله واياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت أمة الله ام رضا. يا ام رضا. نعم. تفضلي سؤالك. تفضلي. لو سمحت. نعم. أنا عايزة أسأل سؤال. أنا نعم. كان أنا ولية عندي مقربة على 60. نعم. وراجلي أنا جوزي معدي 60. نعم. وبعدين بيشرب مخدرات. وعايش حياته كده أي حاجة. وأنا الحمد لله ربنا يكرمني ملتزمة. فهو كل على طول يقول لي إيه أنا غضبان عليك وأنا مش هتخش الجنة ومش عارف إيه. طيب اتفضلي اسمعي الجواب. انا راضي على عمايله وهو عايز يعني يعيش حياته كده وانا عيانه عند الكبد وعندي وجع في عيني وكده. اتفضلي اسمعي الجواب. اتفضلي اسمعي النصيحه. هل على وزر من نوحيه ولا لا؟ اتفضلي اسمعي النصيحه ان شاء الله. هيا اخت فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سمعت سؤال اخونا محمد هو بيقول لك عنده محل مكياج وبيبيع المكياج وانت قلت له ايه حرام يعني. انا عندي نفس المحل وببيع نفس المكياج والزيوت والسبنات والشامبو بس ببيعها لصاحبتي اللي لابسين نقاب. طيب كويس جزاك الله جزاك الله خير. بس بعد مالها بتيجي تاخد مني واحده ستة او بنت من بنات المدرسه. انا عاوز اسال بنت خلاص ما دمت بتبيع للمنقبات بس جزاك الله خير ان شاء الله. بس في بان بعد بنت من بنات بيجي يشتري مني من بنات المدرسه اللي تشوفها او بعد يعني والعرس والحاجات دي والعرس وكده. اللي تشوفها متبرجه ما تبيع لهاش. اللي تشوفها متبرجه لا تبيعي لها. الاخت أمة الله نسأل الله لنا ولها السلام والعافية تقول كانت حامل وسقطت وقد يكون الأمر هذا تكرر عندها أكثر من مرة فبتقول المحيطين بها بيقولوا أن في واحد بيعالج بقرآن عايزين تروح له عشان يقرأ عليها القرآن عشان ما إن شاء الله ربنا يكرمها تحمل لا تسقط مرة ثانية والأخت تمتنع عن ذلك. أشكر لك ذلك الامتناع وزادك حرصا على دينك وحرصا على عرضك وشرفك. حقيقة مسألة العلاج بالقرآن هي الآن مع انتشارها لم تسلم من فتن كثيرة ومشاكل كثيرة ابتلي بها الذين يعني اهتموا بها وحرصوا عليه. فأنا أشكر لك هذا الحرص بارك الله فيك وأقول لك اللي حيعالجك بالقرآن حيقرأ قرآن اقرأ أنت القرآن اقرأ أنت الفاتحة أم حط ضع يدك على بطنك واقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذات وإن شاء الله ربنا يحفظك ويتم عليك وزي ما قلت أنت إن هذا رزق مقدر وسيأتيك ما قدر الله لك بإذن الله عز وجل عن قريب. الأخت أم محمود تقول إن شاء الله مسافر الحج هي وزوجها وسينطلقون إلى مكة مباشرة من هنا فمن أين الإحرام؟ الإحرام وقت له النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت. احنا غالبنا بنسافر بالطياره فبنعدوا على الميقات واحنا في الطياره فالاحرام من الميقات يعني من حذاء الميقات. الاحرام يا اخواني خلي بالنا هو الدخول في النسك ونيه الحج وقول لبيك اللهم بالعمره او بالحج هذا هو الاحرام. اما الرجل ولبس ملابس الاحرام فهذا يعني لا يعد احراما. إذا الرجل لبس ملابس الإحرام في أي مكان وفي أي وقت لا يسمى محرما إلا إذا قال لبيك اللهم بالنسك اللي هو أراده. فلبيك اللهم هذه لا تكون إلا في الميقات. وانت في الطيارة طبعا في موسم الحج المسؤولين عن الطيارة عارفين أن كل الركاب حجاج أو معتمرين أو أكثرهم فبينبهوا الركاب قبل الميقات بعشر دقائق بربع ساعة
بيكرر التنبيه أكثر مرة بيقول فاضل على الميقات كذا. فبالنسبة للرجل يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام من بيته إن شاء أو من المطار، يعني يسافر عادي يدخل المطار لما يخلص الإجراءات يدخل في ناحية كده هوت ويقعد أو في الحمام يخلع ملابسه كلها ويلبس الإزار ورداء فقط، وزي ما قلنا كده مش محرم بس هو بتجهز الإحرام. ليه؟ لأن في الطيارة يصعب عليه أنه يقلع ويلبس. المرأة طبعا بتحرم في هدومها اللي هي مسافرة بها، فما فيش مشكلة بالنسبة له. يبقى أم محمود إن شاء الله زوجك يلبس ملابس الإحرام في المطار، وإذا عايز يلبسه من البيت مش مشكلة إذا كنتم من سكان القاهرة مثلا والمسافة بينكم المطار قريبة. أما الإحرام وهو الإهلال بالنسك فهذا يكون بحذاء الميقات في الجو إن شاء الله. إذا قيل نحن الآن فوق الميقات أو بعد 5 دقائق إن شاء الله يكون فوق الميقات، تضبط الساعة وبالدقيقة تقول لبيك اللهم بعمرة أنت ومن معك من الحجاج. وتقول أم محمود والحمد لله حجت قبل ذلك، ولكن عند رمي الجمار كانت قد ترخصت ببعض الفتاوى التي تفتي بأن رمي الجمرة يجوز من الساعة 12 بالليل. بعد الساعة 12 يبقى اليوم اللي فات انتهى وإحنا بدأنا يوم جديد، فيجوز الرمي الساعة 12 بالليل. فهي فيما مضى أخذت بهذه الفتوى. تقول هل هذا صحيح أم ألتزم بالرأي الآخر وهو أن رمي الجمار في أيام التشريق لا يكون إلا بعد زوال الشمس؟ هذا هو الراجح يا أم محمود، أن رمي الجمار في أيام التشريق يكون من بعد زوال الشمس إلى الليل، من بعد زوال الشمس إلى الليل. والحمد لله من فضل ربنا عز وجل ثم بجهود القائمين على المملكة، الحمد لله الآن الجمار ما عادش فيها مشاكل نهائيا ولا زحام ولا حال. بقى عندنا 5-6 طوابق وكم شارع وكم حارة والدنيا واسعة الحمد لله العالمين، ما عادش فيه مشكلة تخليني أخالف الهدي النبوي وأترخص برخصة أفتى بها بعض أهل العلم. فالأخذ بالأحوط أفضل إن شاء الله، فالتزمي إن شاء الله في أيام التشريق برمي الجمار بعد الزوال. الأخت مروة بارك الله فيها تسأل هل يجوز النظر للمدرس أثناء الشرح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن نصل في المستقبل القريب إلى أن يكون مدارس البنات وجامعات البنات الطالبات والمعلمات كلهن من النساء بإذن الله. وحتى ذلك الحين يا مروة إذا استطعت أن تغض بصرك كان خيرا لك، وإلا إذا اضطررت للنظر من أجل استيعاب فأرجو الله لك السلامة والعافية وغض بصرك ما استطعت. ثم تسأل مروة عن خلع النقاب بعد أن لبسته. يقول يا إخواننا الإيمان بيزيد وينقص. المرأة كانت مخمرة فقط زاد إيمانها فتنقبت، لما تيجي تقلع النقاب يبقى إيمانها نقص، وإحنا عايزين نزود الإيمان ولا ننقصه؟ إحنا عايزين نزود الإيمان. فما يصحش لامرأة مسلمة هداها الله تعالى ومن عليها بزيادة الإيمان فتنقبت، ما يصحش بعد تقلع النقاب بغض النظر عن الحكم الشرعي هو فرض ولا فرض، والراجح أنه فرض، وبعدين تقول يعني نقص إيمان، نقص إيمان، ونحن نريد أن نزيد إيماننا ولا ننقصه إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تطلب من إدارة القناة شرح مناسك الحج، ونرجو من إخواننا القائمين، ولا شك أن هذا من البرامج الموعود، وهي الآن تذاع برامج هذه، فتابعي أختاه القناة وستجدين شرح مناسك إن شاء الله تعالى. ثم تقول كيف تنصر المرأة المسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نشكر للمسلمات والمسلمين هذه الغيرة وهذه الحمية وهذه الغضبة التي ظهرت في العالم كله بسبب هذه الإساءة التي فعلها بعض الأقزام يريدون أن ينالوا بها من رسول الله، وما هم ببالغيه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فنسأل الله أن يكفينا شرهم بإذنه سبحانه وتعالى. لكن كيف ننصر رسول الله حقا؟ الخروج في مظاهرات والشوارع والسب والشتايم ده مش نصر رسول الله. نصرة رسول الله حقا تكون بالإيمان به، الحمد لله احنا مؤمنين به، وتكون بحبه، الحمد لله بنحبوه، أما احنا غضبانين لو زعلنا عشان بنحبوه. بس بقى تعالى الحب هو ايه؟ هذا الحب ان انا اطلع في مظاهره كده اقول الا رسول الله فداك يا رسول الله، وخليني واقف في الشارع 24 ساعه و48 ساعه
يعني تيجي خمس صلوات وعشر صلوات ولا تقام الصلاة، فأين نصرة رسول الله؟ المرأة المتبرجة أين هي من نصرة رسول الله؟ المرأة التي لا تلتزم بدين الله كيف أين هي من نصرة رسول الله؟ يبقى إني أختاه نصرة المرأة لرسول الله هي نصرة الرجل لرسول الله. نصرة رسول الله من المسلمين والمسلمات تكون بالإيمان به، وهذا الحمد لله متوفر، بحبه هذا متوفر. عايزين بقى نترجم عن الإيمان والحب إلى واقع عملي، بالتخلق بأخلاقه، بالتأدب بآدابه، بالتزام بسننه، بالتمسك بشريعته، بالدعوة إلى دينه، بالدعوة إلى دينه وتبليغ دينه، وتبليغ هؤلاء الذين يعادون رسول الله وتعرفهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت سعاد تقول إن هي من فترة كده بدأت تحس بالموت، والحمد لله فعلا الإحساس ده خلاها يعني تتوب ربنا وتحافظ على صلاة. ده كويس يا أختي، إن حسيتي بالموت بدأت تتوبي وتلتزمي وتصلي، ده كويس. هو ده المطلوب، المطلوب من إحساس بالموت أن أعمل لما بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس أي عقلهم، قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. فالمقصود بقى من ذكر الموت أو الإحساس بالموت أن حموت، يعني حموت يعني إيه؟ حرجع لربنا. يعني إيه حرجع لربنا؟ ربنا حيسألني، وأول ما حيسألني حيسألني عن الصلاة، وبعدين حيسألني عن مالي وعن علمي وعن عمري، وحيسألني عن الدين كله، عملت إيه في الدين؟ أقمت الدين ولا ضيعت الدين؟ فأستعد بقى لسؤال ربي بأن أعمل الصالحات وأجتنب المحرمات. فمن وفق للقيام بالواجبات وترك المحرمات لما يجي بقى سيرة الموت عليه أو الإحساس بالموت عليه ما يخافش، هيقول مرحبا مرحبا، لأن الموت هذا يعني حينقلني إلى جنات ربي بإذن ربي عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني اللي يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة الجنة مفتوحة له، مش منعه منها إلا يموت، ساعة ما يموت يخش الجنة. لكن بقى إن الإحساس يزيد علي، أقعد أبص على العيال وعيط، وأبص على الدنيا وعيط، حموت حسيب العيال، ده إحساس من إبليس. نستعيذ بالله من شره ونكثر من ذكر الله حتى تطمئن قلوبنا بإذن الله عز وجل. أي أخي محمد؟ السلام عليكم. عليكم سلام الله. ازيك يا شيخنا؟ تفضل. والله كنت عايز أسأل حضرتك في فتوى. تفضل أمه. والله يا فندم أنا كان في مشاكل بيني وبين أهل زوجتي. نعم. أهل زوجتي أساءوا ليا كتير. نعم. فزاد علي زادت علي الإساءة كتير أوي أوي يعني. نعم. فجم في بيتي كان عايزين ياخدوا مني زوجتي بالعافية. نعم. فطبعا يعني زوجتي كانت عايزة تعيش، فجيت في يوم اتنرفزت جامد على زوجتي وحلفت عليها بالطلاق وقلت لها عليا الطلاق ورحتي لإخواتك من غير ما يجي يعتذروا لي هنا في البيت تكوني طالق بالثلاثة. نعم. وجيت حسيت بالذنب بعد كده ان انا كده عامل لها قطع يعني قطع رحم يعني عن اخواتها. طب اسمع، انا ووالدي قررنا ان احنا ناخدها ونوديها. اسمع يا اخي محمد، سؤالك واضح. الان حلفت على امرأتك بالطلاق الا تذهب الى اخواتها حتى ياتوا يعتذروا لك. تمام. هل اتوا ام لم ياتوا؟ لم ياتوا يا فندم. لم ياتوا. طيب هل ذهبت بامرأتك الى اهلها ام لم تذهب؟ هل ذهبت بها الى اهلها ام لم تذهب الى الان؟ ذهبت يا فندم انا وابي. ذهبت يعني وقع يمينك. تمام. هذا الطلاق رقم كم في حياتك الزوجيه؟ نعم. اول مره تحلف بالطلاق ولا حلفت قبل كده؟ اول مره يا فندم. اول مره. متجوز بقى لك كم سنه؟ بقالي سنه ونص يا فندم. سنه ونص؟ اه. تعتبر لسه عريسه يا شيخ محمد. والله يا فندم انا وزوجتي في عيشه هنيئه، ولكن اهل زوجتي يعني سيئين الخلق. يا شيخ محمد اسمع النصيحه، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحلف بغير الله، والله تعالى في سورة الطلاق لما ذكر أحكام الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ماشي. أرجو أن تتقي الله تعالى وتستغفر وتوب إليه من الحلف بغيره. أنت حين حلفت على امرأتك بالطلاق إن ذهبت قبل أن يعتذروا تكون طالق، هل كنت ناويا الطلاق؟ نعم يا فندم. كنت ناوي الطلاق وعازم عليه فعلا؟ نعم يا فندم.
إنما الأعمال بالنيات، هذا عند الفقهاء الطلاق المعلق مرده إلى نية الرجل. فما دمت كنت تنوي الطلاق فعلا وقد حنثت فقد وقعت الطلقة، وهي كما قلت أول مرة فهي طلقة رجعية. هل راجعت امرأتك أم لا؟ هي مرأتي هي موجودة في بيتي. عندك معاك يعني؟ هي مرأتي معايا. اعلم بارك الله فيك أن هذا اليمين حسب عليك من راصد طلقاتك. الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. فبارك الله فيك، أنت لسه باقي حياتك سنة ونص زي ما قلت لك، لسه عريس. حافظ على حياتك وأمسك لسانك ولا تحلف بالطلاق لا على مراتك ولا على غيرها، عشان ربنا يكرمك وتستقر حياتك. كيف أرد هذه الطلقة يا سيدي؟ نعم؟ كيف أرد هذه الطلقة؟ تقول لمراتك راجعتك، ولا شك أنها ما دامت معاك قد تمت المراجعة، بس الآن وقعت عليك طلقة، تكتبها في ورقة وتشهد عليها ذوي عدل حتى لا تنسى هذه الطلقة. أيها أخي كريم. السلام عليكم. عليكم سلام الله. والله يا شيخ أنا في مشاكل عندي كتير في البيت، عندي مشاكل كتير، وعندي ابني معايا برضو في مشاكل معاه كتير، بيأدمن المخدرات وبيأدمن برشام وبيأدمن حشيش وبيأدمن حاجات كده. فبعدين النهارده وصل أخته شتيمة مش كويسة، وفي مشاكل في البيت معايا في البيت موجودة، وأنا سايب البيت بقالي 20 يوم دلوقتي، وببعت لهم مصاريفهم وكل حاجتهم، مش ناقص أي حاجة عنهم، وحلفت يمينات كتير، وبعدين أرجع تاني بعد يومين ثلاثة أجتمع معاها وبعدين أقول الحقيقة عليا بعد كده، ومش عارف أعمل إيه بعد كتر الأيمانات، وبعدين مع ابني اللي عمل العمل ديت كلها. يا أخي كريم. نعم. الأيمان التي حلفتها بالله أم بالطلاق؟ نعم. يا أخي محمود. أيوة معك. تفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، والله أنا كان والدي قبل اللي يتوفى كان اشتري حتة أرض مباني، تمام؟ نعم. وجيت حتة الأرض دي كتبها لي أنا وأخويا باسمي على أساس إن إحنا هنبنيها، وخاف من مسايبنا اللي يجي يأزمنا فيها بعد كده. هل لك إخوة وأخوات غيركما؟ هو أنا وأخويا وليا ثلاث بنات. أيوه. تمام. فهو كتب لنا حتة الأرض دي بحيث إن أنا واخويا يمكن المباني اللي احنا هنبنيها بفلوسنا احنا، محدش هيقاسمنا فيها قبل كده. ماشي. فانا اعترضت في الاول على حياته وهو عايش، قلت له لا ما ينفعش عشان كده بحرم عليك وكده. فقال لي خلاص احنا ايه، جمعت مشايخ وكده وسالت مشايخ، قالوا لي اكتب له، نكتب نشوف حته الارض، هو كان شاريها ب 3000. انا رحت مثمنها في الوقت الحالي ب 35000 من حوالي 3 سنين. بعد وفاه والدك؟ بعد وفاه والدي. كويس. تمام. أثمنتها ب 35000، لكل بنت قسمتها بالبنات وحنا طلع ليهم لكل بنت 3800، عشان انا ما اشيلش الذنب رحت كاتب لكل بنت 5000، خدت ورقه على نفسي كتبت لكل بنت 5000. وجه من سنه والدي توفى. تمام. المشكله دلوقتي في ان اخويا، انا الحمد لله انا ربنا هداني وشرط على اخويا، قلت له كذا مره ان احنا لازم نطلع للبنات دي حقها، فاخويا معترض وانا معايا العهد بتاع البيت. انا دلوقتي في رايي ان انا العقد بتاع البيت ده ما هظهرهوش، وهعيد الاسم تاني، بس هعيدها في الارض طبعا اللي هم ليهم فيها، لكن المباني بتاعتنا احنا في شارع ربنا هي مبانينا احنا واحنا دافعين. نعم نعم. تمام. فاخويا يعني اخويا مش موافقني كتير، يعني كذا مره اكلمه يقول لي لا انت كده انت الكبير ولا هو انت الكبير. نعم. انت الكبير ولا هو؟ لا هو الكبير. انا هو الكبير. نعم. فانا دلوقتي يعني انا اشرت عليه كذا مره، هو معترض ويقول لي لا انت كده بتقطع صله الرحم بينهم، انت كده هتعمل مشاكل. فانا قلت له لا انا مش عايز اشيل الوزر. طب يا اخي محمود، يعني على تردد، وانا خايف يا شيخ، انا خايف من يوم من الايام ان انا ممكن اتوقف. اسمعني بارك الله فيك. تفضل. فانا مش عارف اعمل ايه يعني. اتفضل اسمعني بارك الله فيك. يا اخي ابراهيم. يا اخي ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي سؤال يا شيخ. انا اخويا شغال في بنك في الامارات، فهو شغال في نظام الخزنة مش شغال في نظام القروض. فهو نعم. سمع من المشايخ ان هو اي حد شغال في بنك حتى لو مش شغال في القرض نفسه برضه يبقى حرام. هو بنك ربوي. نعم. لكن هو شغال في نظام القروض ونظام الائتمان، ومالوش يعني ومش شغال خالص في عمليات القروض. ما هو سؤالك اخي ابراهيم؟ هل هو عمله حرام يستمر في عمله ولا يستقيل؟ يا اخي ابراهيم، ما احنا انت قلت سأل العلماء، ما دام سأل العلماء خلاص. هو فهو لا، في كلام كان متضارب، يعني في كلام
من الناس. لا، الذي ذكر الذي ذكرته انت ان كل العمل لا يجوز هو ده الصحيح، وعلى اخيك ان يترك هذا العمل لله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ايوه ابا مالك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله فضيلة الشيخ انا كنت قاعد عند محل واحد، فلقيت سواق تاكسي بيتخانق مع سواق اتوبيس، فقمت حشتهم عن بعض الاثنين، وسواق الاتوبيس كان هيفتدى على سواق التاكسي. فبعد ما مشي وخلاص، والراجل اللي ركب التاكسي بتاعه هيمشي، بتاع الاتوبيس بتاع هيئة النقل عايز يخبط التاكسي، فبقول له حرام عليك بالراحة، وبخبط له على الازاز بالراحة، بخبط له فالازاز اتكسر في ايديا. فجيت طبعا انا كنت قاعد عند محل واحد واحد معروف يعني. فالمهم جه الراجل بعد ما خلص الوردية بيطالب الراجل اللي انا كنت قاعد عنده ده بحق الازاز. فهل دلوقتي انا اعتبر انا طلف، او انا غارم ان انا مثلا ادفع حق الازاز دون اشيله، ولا انا وهو نشيله مع بعض، ولا انا معليش حاجة، ولا ممكن توضح فضيلة الشيخ؟ هو مين اللي كسر الجزاز يا ابو مالك؟ انا اللي كسرته. طيب بس انا ما كنتش قصدي. يبقى صاحب المحل ذنبه ايه؟ لا مش صاحب المحل، صاحب الاتوبيس. صاحب الاتوبيس صاحب الاتوبيس هو اللي بيطالب. طبعا انت بتقول انت هل تشيل انت الجزاز ده انت وصاحب المحل، ولا انت لوحدك؟ لا انا كنت قاعد ضيف، كنت قاعد ضيف بشرب شاي عند الراجل. انت الذي كسرت الزجاج. بس انا كنت بحوشهم، مش كنت بتخانق. ماشي جزاك الله خير، انت مأجور على انك سعيت في الاصلاح بينهما، ولكنك تسببت في كسر الزجاج، فعليك فعلا أن تغرم ثمن الزجاج لهذا السائق، إلا أن يتصدق عليك ويعفو عنك. نعم، جزاك الله خير. وإياكم. كان من أي أخت عبير؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا حضرة الشيخ، بس عايزة أسأل، بس أنا جوزي مريض عنده جلطة في المخ. الأخ كارم كان عرض مشكلته وانقطع الخط، انا هقدم له نصيحه. المشكله بيقول انه عنده ولد في البيت، يعني ولد فاسق بيشرب مخدرات ويرتكب محرمات، والاخ كان بيقول انه هو يعني من زهق وسبب بيته مشه، لكن بيبعث للبيت مصاريف يعني، واحيانا بيرجع واحيانا بيغيب. يا اخي كارم، الصبر على الاولاد مطلوب، الصبر على الاولاد مطلوب. وبعدين الشاب لما يبقى صار زي في طولك او اطول منك، ها ما عادش بقى ينفع معاه الشده والضرب كده. العيال اللي هم منحرفين دول ما فيش غير الصبر والطبطبه عليهم والاستعانه عليهم بالدعاء لله ان يهديهم، الدعاء لله ان يهديهم. فاما انك انت تترك تسيب البيت وتمشي، ده مش حل. تكرش هو من البيت برضه مش حل، فالحل هو الصبر. أما الأيمان التي أشرت إليها ولم يسعفك الوقت في الاتصال أن تذكرها، فالنصيحة إذا كانت أيمانا بالله، حلفت بالله من تراجع ورجحت، بسيطة دي، عليك كفارة تأمين إطعام 10 مساكين. أما إذا كانت أيمان بالطلاق، فالنصيحة إلى أن تذهب إلى دار الإفتاء، تقص عليهم ما صدر منك من أيمان الطلاق، وتنظر ماذا يجيبونك. ونسأل الله أن يهدي لك هذا الولد وسائر أولاد المسلمين أجمعين. الأخ محمود أبوه اشترى قطعة أرض مباني، هو ليه أخ واحد وثلاث بنات، فأبوه كتب الأرض أرض المباني اللي هو أخوه عشان إخوات البنات ما ياخدوش. الأخ محمود جزاه الله خير ملتزم بخاف من ربنا، وعارف إن دي حقوق وإن إخواته البنات لهم في هذه الأرض، فبيقول هو وأخوه بنوا فوق هذه الأرض البيت. فطبعا الأرض هي بتاعت أبوه، المبنى ليك ولأخوك، والأخ محمود عايز يدي إخواته البنات، وأخوه الثاني معارض. نرجو الله أن يبارك فيك يا أخي محمود، ويزيدك حرصا على صلة الأرحام وأداء الحقوق لأصحابها، فقد قال عليه الصلاة والسلام يعني أعطي كل ذي حق حقه. فأختك ورحمك لا حقوق عندكم في الأرض، فيجب على أخيك أن يتعاون معك على إعطاء أخواتك حقهن في أبيهن. تقدروا الأرض الآن تساوي قديه، وتقسموا أنتوا ولدين هما ثلاثة، تشوف البنت لها قد ايه، وتعطي اخواتك البنات تبرئه لذمتكن او لذمتكم. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. اللي هيموت وعنده مظلمه الواحد، يوم القيامه المظلوم هياخد حقه، بس مش هياخده ارض،
ولا هياخدوا فلوس، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. تبو لزيدة مع رصيد من ثواب حسنات الصلاة والزكاة والحج ده حيفلس إزاي؟ قال: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم، الأخ محمد أرسل يسأل عن، يقول: هل يجوز الزواج بقراءة الفاتحة والشهود من فتاة قاصر 16 سنة؟ يا أخي محمد، العادة المشهورة عند الناس يقول لك قراءة الفاتحة يعني أول خطوة بياخدوها بعد الخطوبة، الولد عايز البنت بيروح يشوفها وتشوفه موافقين أيوة، طب نقروا الفاتحة بقى. وطبعا العيلتين موجودين ويمكن داعين كمان أصدقائهم، يعني ناس كتيرة جدا. هل قراءة الفاتحة دي في وسط الشهود اللي مدينة تعتبر زواج؟ مش زواج يا أخي محمد، الزواج له شروطه وأركانه. شروطه: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أركانه: الإيجاب والقبول. أبوك يحط إيده في إيد أبو البنت ويقول له: زوجت فلانة لابنك فلان، ويقول له: قبلت زواج فلانة لابن فلان في محضر الشهود، يبقى كده الزواج. أما قراءة الفاتحة ده هي فليست من الإسلام في شيء أصلا، يعني كلمة قراءة الفاتحة دي في الخطوبة أصلا من البدع. نعم. وأسأل أخي تاني محمد أيضا غير محمد الأول: هل يجوز للخاطب الخروج مع خطيبته بمفردهما مع علم أهلها؟ يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، الخطبة حقيقتها وعد بالنكاح، قد يتم الوعد وقد لا يتم، وعد بالنكاح، لا تجب بها واجبات ولا تستباح بها محرمات. خطبت البنت وافقوا عليك أهلا وسهلا، لغاية ما تعقد بقى العقد اللي احنا ذكرنا شروطه وأركانه دلوقتي، هي أجنبية عنك حتى تعقد عليها. نعم. أيوة أختي هاني. أيوة لو سمحت يا حاج شيخ، تفضلي. بالنسبة كان عندي ساكنة بيت في شقة يعني، وزوجي توفى. كان عندك إيه؟ وهي باسم زوجي. كان عندك إيه؟ شقة. أي. باسم زوجي. كويس. وتوفاه والله من 15 سنة. نعم. جيت دلوقتي ببيعها علشان استبدل شقة بنفس الثمن. أولادي طبعا اللي هي بنت وولد عايزين حقهم. نعم. هل حقهم ياخدوه دلوقتي ولا يعني من حق ان انا اسكن في الشقه الثانيه بنفس السعر؟ ولا في حروق حرمانيه عليا؟ ربنا يبارك لك في اولادك ويهدهم لك ان شاء الله. الله يبارك. هذه الشقه اي اخت مريم؟ السلام عليكم. يا ام مريم تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ معايا؟ ايوه معاكي تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا عندي اخواتي من ابويا بس هم بنتين، بس انا متجوزه ومخلفه، بس هم تربيتهم يعني غير تربيتنا خالص، حاجه صعبه يعني. انا خايفه صراحه، حاولت ان انا اصلح فيهم بس مش عارفه يعني، حاولت والله ربنا اعلم يعني، انا على قدر الامكان ان اصلح في يعني تصرفاتهم، بس انا يعني فشلت بكل المحاولات. السؤال يا ام مريم، السؤال، البنت معايا بنت صغيره ابتدت تلقط منهم. السؤال صراحه انا خايفه منهم، اولا مش اخاف، انا نفسي اخاف على عيالي منهم في التربيه من كل حاجه يعني، انا لو فضلت في حاجات بعض. طب اسمعي النصيحه، اسمعي النصيحه ام مريم تفضل، اسمعي النصيحه. اي ابا محمد. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. عندي سؤال حول اموال الزكاه واموال الربويه من فضلك. امر. عندي اخوين، احدهما تاجر بسيط عليه دين كبير، والاخر موظف بسيط يبني لاولاده منزلا، وانا قد وعدتهما بالمساعده، وعندي اموال ربويه متراكمه منذ سنوات، وفي نفس الوقت عندي اموال زكاه لم اخرجها منذ سنوات، هل يجوز اخراج هذه اموال الزكاه واموال الربويه لمساعده اخوتي؟ هم مستقلين عنك، أنت لك ذمة مالية مستقلة وهم له، كل واحد له ذمة مالية مستقلة.
نعم. طيب يا اخ، يا اخ ابو محمد، عندك اموال ربويه متراكمه من سنين واموال زكاه متراكمه من سنين، كيف يا ابو محمد اموال الزكاه متراكمه من سنين ليه؟ لماذا تاخرت في اخراج الزكاه يا ابو محمد؟ كنت خارج البلاد. ولو يا ابو محمد الزكاه متى حال الحول وجب اخراجها فورا، لان هذا الزكاه والله يا شيخ تكاسلنا عليها. طيب اسمع اسمع الجواب والنصيحه ان شاء الله تعالى، اسمع الجواب والنصيحه. اي اخ اسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام الله. لو سمحت يا شيخ سؤال بس. تفضل. انا عندي زوجتي الحمد لله بتصلي يعني وما بتسيبش ولا الحمد لله، واذكار الصباح والمساء دايما مواظب عليها يعني الحمد لله، فما بتنامش لما تصلي الفجر، فدايما تيجي تحلم يعني احلام غريبه، دايما الجن تحلم ان في جن يصاحبها ويضرب فيها وكده يعني ويجي وراها والكلام ده. نعم. فمش عارفين اعمل يعني مش عارف اعمل ايه. طيب تفضل. اي ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك كنت عايزه اسال بس على الخارج في خدمه حجاج. نعم. فهل يبقى المناسك هيقضيها زي الحاج بالظبط ولا هيحرم منين؟ من هنا مثلا وهو ماشي لسه، لان هو اصلا مسافر النهارده فخدمه حجاج. نعم. فعايزه اعرف بس ان شاء الله هيبقى هيمشي ازاي. طيب اتفضلي. نعم. الأخت هانم قد تقول توفي زوجها وترك شقة وعندها ولد وبنت، هي عايزة تبيع الشقة الآن وتشتري شقة أخرى، بتقول الولد بنت يقول لازم حقهم، هذا حق شيء شرعي يا أم يا أخت هانم، هذا شرعي، هذه الشقة شقة أبيهم، أنت كزوجة لك الثمن والولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الحق الشرعي لا تمنعيهم منه، ولكن نذكر الآباء الأبناء ببر الوالدة أن يوفروا لأمهم سكنا طيبا صالحا، وإن شاء الله هذا السكن اللي هم حيوفروا لأمهم سيكون لهم في الآخر إن شاء الله تعالى، لكن ليس لك أن تمنعيهم حقهم في شقة أبيهم، هذا حق شرعي. الأخت أم مريم بتقول أن لها أخوات من أبيها يعني غير أشقيقات، وبعدين بتقول يعني كأنهم مش عايزة تقول مش ملتزمين يعني، وبتخاف من الانفتاح عليهم والاختلاط بهم، وخاصة عندها طفلة بتلتقط منهم وعادتهم وكده. يا إخواني لا تجوز قطع الرحم أبدا، قطع الرحم لا يجوز أبدا، لكن مش لازم الانفتاح الجامد الذي يؤدي إلى يعني أن يشرب بعضنا ببعض وأن يتأثر بعضنا ببعض، ومع كده برضو ما يبقاش في قطيعه، ما يبقاش في قطيعه، يبقى ما يبقاش في قطيعه رحم، وبقى في حذر في المعامله وفي حذر في الاختلاط وهكذا، لكن لا تقطعي اخواتك واستمري في دعواتهم الى الله وذكريهم بالله واحرصي على هدايتهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واذا كنا حريصين على هدايه عموم المسلمين والمسلمات فالأولى أن نحرص على هداية إخواننا وأخواتنا، فيا أم مريم لا تقطعي أخواتك وصليهم، ودايما خذي شريط حلو معاكي، خذي رسالة حلو معاكي، خذي كتاب جميل وانت رايحة تقعدي يا إخواتي كده نسمع أي كم حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هاتي مصحف مفصل كده نقول نقرأ سورة قل هو الله أحد ونشوف تفسيرها، يعني اربطوهم بالعلم واربطوهم بالعلماء لعل الله أن يصلحهم ويهديهم إن شاء الله. الأخ أبو محمد بيقول إن لي إخوة مستقلين بذمامهم المالية، هو عنده أموال ربوية متراكمة وعنده أموال زكاة متراكمة، أنا يعني قلت يا محمد ليه عندك أموال زكاة متراكمة؟ المفروض إذا حل الحول وجب على الغني إخراج الزكاة، فاعتذر بعذر أسأل الله أن يعفو عنه لكني أنتهز الفرصة وأنبه جميع المسلمين والمسلمات الذين تجب عليهم الزكاة أنه متى حال الحول وجب على الغني أن يخرج زكاته للفقراء، لأن هذا الزكاة هذه الزكاة صارت حقهم، صارت حقهم، ومطل الغني ظلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ما تبقاش مدين وقادر على السداد وتماطل، فعفى الله عنك يا محمد في المستقبل، والأموال الربوية مجمعها ليه؟ ده قطعة من النار في إيدك مجمعها بقالها سنين ليه؟ أرجو أن تكون قد تبت عن هذه المعاملات الربوية، ولا مانع أن تعطي إخوانك
من أموال الزكاة إذا كانوا فقراء، ولا مانع أيضا أن تعطيهم من تلك الأموال لتتخلص منها. الأخ إسماعيل بيمدح ويثني على زوجه بأن امرأة صالحة ملتزمة بتصلي وتصوم وتقرأ قرآن تحفظ الأذكار، لكن بتشوف أحلام مزعجة كثيرة في المنام. يا أخي إسماعيل لا ضرر عليك، لا تخف ولا تحزن، هذه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان لعنه الله عدو المسلم، بيحاربه وهو صاحي وبيحاربه وهو نايم. من حرب الشيطان الإنسان النايم حكاية الإيه؟ الأحلام المزعجة دي. مفيش مشكلة خلاص يا أخي إسماعيل، إن شاء الله تعالى ننصح زوجك بالاستمرار فيما هي عليه من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ونذكرها بضرورة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي عند النوم، فمن قرأها لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وإن شاء الله إذا رأت شيئا من هذه الأحلام واستيقظت أثناء الحلم تغير من وضعها، كانت على جنبها اليمين تبقى على الشمال، من على جنب الشمال تبقى على اليمين، وتقوم تتوضأ وصلي ركعتين، وسيحفظها الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول زوجها سافر الحج عن طريق خدمة الحجاج، هيحج إزاي؟ هيحج زي الناس كلها، زي كل الناس، هيحرم من الميقات كما يحرم الناس وهو مسافر، ويوم التروية إذا كان مسموح له بالحج هيحرم برضه من حيث نزل في مكة كما يحرم سائر الحجاج. نعم. أخ لم يسمي اسمه يقول ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرت؟ إذا كانت المسلمة حاملا أو مرضعا في رمضان وعجزت عن الصيام فأفطرت فعليها الفدية، فعليها الفدية. وإن وجدت نفسها بعد رمضان بصحة وعافية ووجدت قادرة على الصيام فقضت فلا فدية، يبقى هي إن قضت فلا فدية، وإن أخرجت الفدية فلا قضاء عليها مع الفدية. نعم. يا أم يوسف. ألو. تفضل يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. أنا والدي كتب لأختي حتة أرض. نعم. ماشي. فإداني بيت، فأنا قلت له أنا مش عايزة البيت. إداك يعني بيت مقابل حتة الأرض؟ لا، هو خيرني. أي. ماشي. خيرني، قال لي تاخدي البيت ولا تاخدي الارض، وانا كنت لسه يعني قبل ما اتجوز. كويس. فانا اخترت البيت. كويس. فانا ما عرفتش، فكنت لسه يعني لسه عيله برضه ما اعرفش. فقلت عايزه الارض بعد ما اتجوزت. فهو قال لي لا ما ينفعش، فمش راضي يديني حته ارض ابنها زي اختي. طيب. فزوجي مش راضي بالبيت. طيب. دي حاجتي كنت حرة فيها، أنا هشتري ماليش دعوة. يا أم يوسف بارك الله فيك. فأنا هو عنده أراضي كتير، فهو مش راضي، هو مصر على البيت. يا أم يوسف. فأنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة. طيب. فأنا مش عايزة منه، فأنا بقول لزوجي خلاص أنا مش عايزة حاجة. خليكي معايا. خليكي معايا. أبوك جزاه الله خير عدل، أعطى أختك قطعة أرض فبنت بيتا، وأعطاكي أنت بيت يعني كامل مبني. يعني يبقى كده عدل بينكما، اذا كانت قطعه الارض تساوي البيت والبيت يساوي قطعه الارض يبقى عدل بينكما، وانت خيرك واخترتي. اخترني قبل ما اتجوز. ماشي يعني ما فيش مشكله. يعني تقريبا يعني كنت مش كان عندي 15 16 سنه ولا كنت عندي 5 سنين؟ 17 سنه. طيب يعني كنت امراه مسلمه بالغه راشده مكلفه شرعا. فالرجل عدل بينكما، فاتق الله وارضي ما قسم الله، واحسن شيء في الدنيا هو الرضا بما قسم الله. نعم. انا والله يعني مش انا حابه والدي والله وكل حاجه، فانا بس يعني معلش هو كده لم يظلمك، لم يظلمك. انا كان نفسي ان انا اخد حته ابنها زي اختي بس. ما فيش مشكله، ده بقى ايه يرجع الى ابوكي، لو اراد ان يعطيك قطعه ارض تساوي البيت ياخد البيت هو يعطيك قطعه ارض اذا كان عنده قطعه ارض. ما فيش مانع شرعا، ماليش دعوه بحاجتك. ما فيش مانع شرعا، لكن انت خدتي حقك وربنا يعوض عليك، ممكن تهدي البيت وتبنيه ان شاء الله تعالى. نعم. أي أختي ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا حصل لي سقط من كام يوم كده، بس مش عارفة بعد ما حصل لي سقط عملت عملية تفريغ، وبعد كده ما نزلش عليا دم لمدة يومين. نعم. بس أنا ما كنتش أعرف إن هو ينفع أصلي في اليومين دول ولا لأ، بس بعدين النهاردة راح نزل عليا
قطرات كده قليلة من الدم. أيوة. فإيه حكم إن أنا أصلي؟ السقط كان عمره كام يا أختي ياسمين؟ كان السقط عمره كام؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور. طيب تفضلي. هو المرأة إذا سقط حملها قبل نفخ الروح فيه فاختلف الفقهاء، هل الدم النازل النفاس وتعامل المرأة معاملة النفساء تترك الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحرم النفساء، ولا الدم النازل قبل نفخ الروح نزيف وليس نفاسا؟ فالراجح عندنا أن كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا سقطت قبل نفخ الروح فإن الدم النازل لا يسمى نفاسا، لأن النفاس الدم النازل بسبب النفس، ومفيش نفس هنا قبل نفخ الروح. يبقى أختي ياسمين أنت وغيرك من المسلمات إذا سقطت المرأة قبل نفخ الروح فإنها تصلي مباشرة لأن النازل ليس دم نفاس. نعم. أيها أخي خالد. أيوة. تفضل. ألو شيخ. تفضل يا أخي خالد تفضل. بقول لحضرتك دلوقتي أنا إيه طلعت من. ألو شيخ معاك. أنا معاك تفضل. أنا طلعت من الشغل. طلعت من الشغل أنا. أيوة. وبعدين خدت الفلوس بتاعت المكافأة بتاعتي حطيتها في البنك. أيوة. أي بنك؟ حطيتها في البنك في بنك مصر. أيوة. فدلوقتي انا قاعد ايه مش شغال. المبلغ اللي انا حاطه دون هدفع له زكاه؟ كويس بس كده خالد. طيب نعم يا اخت مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش يا شيخ في سؤال تاني بس معلش. نعم. الخمار اللف ده هل ينفع ان انا البسه ولا لازم البس الخمار المقفول؟ الطرحة اللي بتلفها البنت على رأسها ورقبتها دي؟ لا دي صغيرة أنا عارفة، لكن في منها على كبير جدا. نعم؟ في منها على كبير جدا. يا أخت مروة، المفروض بالخمار إيه مقصود الخمار؟ الخمار أن يستر المرأة ويستر حجم جسمها، ما يفصلوش. من شروط الجلباب أن لا يكون مجسما. اسمعيني، فاللفة اللي بتلفها البنت أو الست على دماغها تبقى دماغها كده لوحدها ورقبتها لوحدها وصدرها لوحده، ده ما ينفعش. الخمار الشرعي هو المشهور على رؤوس كثير من المسلمات الملتزمات اللي بتضربه على راسها وينزل على صدرها، يبقى لا رقبتها طويله ولا قصيره ولا راسها كبيره ولا صغيره، يبقى مستوره، هذا هو الخمار الشرعي. اما الطرحه بتلف ديت ليست هذا خمارا شرعيا. الاخ خالد سال انه طلع على المعاش. نعم. أي أخت إيمان. السلام عليكم يا أم الشيخ. عليكم السلام اتفضلي. بعد إذن حضرتك أنا عندي جوزي مطلق. ماله؟ فعلى طول يحلف حلفين عليا طلاق بالثلاثة عليا طلاق بالثلاثة. المهم هو جه مرة طلقني فاتحسب الطلقة يعني. نعم. فجي مرة تانية حلف عليا طلاق بالثلاثة إن أنا ما أعمل حاجة، في حاجة يعني حلف عليا فيها فعملتها غصب عني. ما كنتش قصدة والله. فحلف، فلما سألته قال لي أنا كنت أقصد إن أنا طلقت. ما شاء الله العظيم. إنما الطلقات اللي قبل كده كانت تهديد. فأنا مش عارفة أعمل إيه، دي حلها إيه حضرتك؟ من أين أنت يا أختي إيمان؟ نعم. من أين أنت؟ أنا هنا في القاهرة حضرتك. طيب النصيحة بارك الله فيكي إنك تاخدي زوج سيفر. النصيحة تاخدي زوجك وتنزلي إن شاء الله غدا على دار الإفتاء، وزوجك يقص على اللجنة هناك في دار الإفتاء ما صدر منه إيمان، واللجنة تفتيه إن شاء الله تعالى. نعم. أي أخ كساب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا عم الشيخ؟ حياك الله وبياك. حضرتك عم الشيخ، أنا اللهم صل على حضرة النبي كنت بحلف بالطلاق. كويس. واخد بال حضرتك؟ نعم. بحلف بالطلاق، أنا حلفت أول طلاق اللي أنا أخلي مراتي ما تروحش عند أهلها. كويس. وراحت. كويس. تاني طلاق اللي أنا حلفت بالله، يعني إيه؟ حلفت بالطلاق اللي أنا مثلا ما أقول الكلام كله ولا؟ طيب يعني كم مرة حلفت يا أخ كساب؟ حلفت 10 مرات كده. أي أخت خديجة. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي يا أخت خديجة تفضلي. ابنها ضرب على الشيخ الله يرحمه. معاكي تفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بنقول لك وقع لي واحد المشكل. أنا يا بنت واحد الراجل مات واحد أدية مات. إيش؟ وعنده عشرات الأولاد، عنده خمسة بنات وخمسة أولاد. أيوة. وهو صدق فيهم الولد. داروا هما صداقة صدق فيهم. وإحنا بيضيعنا. طيب تفضلي يا أختي خديجة، تفضلي. الأخ كساب بيقول إن هو يعني حلف أيمان بالطلاق كثيرة. أنت وزوج الأخت إيمان التي سات قبلك تنزلان غدا دار الإفتاء إن شاء الله. الإخوان المسلفين في الطلاق دول لا حل لهم إلا في دار الإفتاء إن شاء الله تعالى. نعم. أمة الله أرسلت تسأل عن مريض السكر، ربنا يشفي مرضى المسلمين ويعافينا جميعا. إذا أفطر في رمضان ماذا عليه؟ ما عليه إن هو عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين المريض مرضا مزمنا الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع القضاء إذا أفطر، فعليه كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. الأخت مروة أرسلت تسأل هل على اليتامى إخراج زكاة الفطر وما مقدارها؟ على ولي اليتيم، على أمه أو وصيه إخراج زكاة الفطر، ومقدار زكاة الفطر صاع من الطعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ ناجح يقول أنا شاب أريد أن أعرف هل حلق اللحية حلال أم حرام؟ حلقها يا أخي ناجح حرام، إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام في مذاهب الفقهاء الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى، هذا أمر والأمر الإيجاب. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول أخي خالد عزت أنه مصري مقيم بالسعودية، فأين يخرج زكاته؟ لعل السؤال كان جاء متأخرا في رمضان. إذا كنت تسأل يا أخي خالد عن زكاة الفطر أو عن زكاة مالك، فزكاة الفطر أخرجها حيث كنت وكذلك زكاة مالك، وإذا نقلتها إلى بلدك فلا بأس بنقل الزكاة إن شاء الله تعالى من بلد مسلم إلى بلد مسلم آخر. الأخت السعدية الشريف بتسأل عن أخذ المرأة الحبوب التي تمنع نزول الدم في رمضان علشان تصوم الشهر كله. هذه الحبوب إذا وصفتها طبيبة مسلمة حاذقة أمينة بحيث لا يكون في هذه الحبوب ضرر على المرأة فلا بأس بتناولها لتصوم المرأة الشهر كله، مع تذكير المسلمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وتلك الفطرة. ففيش حرج على المرأة أبدا إن الدورة تنزل في رمضان وتفطر ثم تقضي إن شاء الله، ومع ذلك يرخص لها في أخذ هذه الحبوب إذا أرادت أن تصوم الشهر كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين والمسلمات لما يحبه ويرضاه. ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بخير ما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.